Գեր գանցներ մարդ մը դեսավ գույր ծնած։ Իր աշակերտները հարցուցին իրեն ուսին. «Ռաբբի, որուն է մեղքը»։ Ասոր է թե իր ծնողքին ու անիկա գույր ծնավ։ Պատասխան տվավ Հիսուս. «Ոչ ասոր է մեղքը, ոչ ալ իր ծնողքին, հապա որպեսզի Աստուծո գործերը ասոր վրա հայտնի լինեն»։ Քանի որ ծորեք է պետք է որ զիս ղրգողին գործերը գործեմ։ Գիշերը գուկա, երբ մեկը չի գրնար գործել։ Քանի որ աշխարի մեջ եմ, աշխարի լույսն եմ։ Երբ այս սսավ, թկավ կետինը, թուքով գավ շինեց։ Այն գավը գույրին աչկերուն վրա ձեպեց, և սսավ անոր կնա լվացվե Սելովամի ավազանի մեջ, որ ղրգված կթարգմանվե։ Անալ կնաց ու լվացվեցավ, եկավ ու գտեսներ։ Թրացները և անոնք, որոնք առաջվնե տեսած էին զանիկա ով գույր էր, գսեին ասիկա չէր, որ գը նստեր և գը մուրար։ Ոմանք գսեին ասիկա է, ուրիշներ գսեին անոր նման մեկն է, իսկ ինք գսեր ես եմ։ Ուստի հարցուցին իրեն. «Հապա ինչպես բացվեցավ քո աչկերդ»։ Ինք պատասխան տվավ ու ասավ. «Հիսուս գոչված մարդ մը գավ շինեց ու աչկերս ձեպեց, և սավ ինձի կնա Սելովամի ավազանը ու լվացվե, ես ալկացի լվացվեցա ու կտեսնեմ»։ Ըսին իրեն. «Ուր է անիկա»։ Ասավ անոնց. «Չեմ գիտեր»։ Սաբահ խեյր։ Ինջիլ Յոհաննա լսհահ 9 մտլ մասմանա հլա։ Նշկուր ռաբ լալ ֆուրսա նջի իլա բայթ ռաբ իլա կանիսի نتعلم كلمة الرب ونعبد مع بعض. إنجيل يوحنا الإصحاح 9، سمعتوا القراءة هلأ من الآية 1 للآية 12، أنا بدي أقرأ بس 3 أعداد. بهيدا الوقت إنجيل يوحنا الإصحاح 9 والإصحاح 8 وجزء من الإصحاح 7. يسوع بأورشليم جيروسلم بفترة عيد. هيدا العيد كان عيد كتير مهم دغري قبل عيد الفصح عند اليهود. هيدا العيد كان اسمه عيد المظال، The Feast of Tents. بهيدا العيد كانوا اليهود وحتى بعدهم لليوم بيعملوا هيدا الشيء. كان مطلوب انه يروحوا يطلعوا من بيوتهم ويعيشوا بخيم لسبعة ايام. وبهيدا وهن وعايشين بالخيم كان مفروض انه يتذكروا كيف الرب اهتم فيهم وقت ابائهم طلعوا من مصر وبرموا بالبرية، وكيف عاشوا بخيم كل هالفترة، كيف الرب طعماهم، كيف الرب شربهم. فهيدا العيد هو اسمه عيد المظال بالعربي، The Feast of Tents أو The Feast of Booth. يسوع هنيك مع باقي الناس اللي عم بتعيد، وهيدا اليوم الأخير من هيدا العيد. يسوع بالهيكل، طالع من الهيكل، كان دايما بالأعياد، هو بكل وقت ولكن بخصوصي بالأعياد كان يتجمع دايما على باب الهيكل مثل ما اليوم، وين ما في عيد، وين ما في كنيسة، بالأعياد أو على الطرقات بتلاقوا الناس يلي بيشحدوا بيجمعوا بيصيروا أكتر وأكتر وأكتر. وهيك كان الوضع هون. يسوع كان طالع من أورشليم، طالع من الهيكل ووقف عند شخص. هيدا الشخص ما كان يشوف، كان أعمى من ولادته، يعني كان كفيف. يسوع هو وقف عنده. هيدا الشخص ما سأل يسوع شيء. رح أقرأ 3 أعداد. وفيما هو مجتاز، عدد الأول من يوحنا 9، رأى يسوع إنسان أعمى من ولادته. تلاميذ سألوا ليسوع: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. بعجقة الناس يلي كانت موجودة على باب الهيكل وبالهيكل جوا وبرا، يسوع وقف عند شخص واحد. مع أنه كان في كتير ناس، شحادين كانوا كتار، الناس يلي كان عندهم حالات جسدية مثل هيدي ما كان بيقدروا يشتغلوا. إذا شخص أعمى ما في يشتغل، الطريقة الوحيدة ليقدر يعيش هي أنه يقعد على باب الهيكل ويمد إيده. وبالأعياد الناس بتصير كريمة أكتر، كلنا بنعرف هيدا الشيء. لما بكون في عيد الناس بتصرف مصاري أكتر، لما بكون في عيد الناس بتصير متدينة، يعني بصيروا بدهم يعملوا إشياء منيحة حتى يرضوا الله، هيك بفكروا هن إنه عم يرضوا الله بهالطريقة. فواحدة من الإشياء اللي الناس بتعملها إنه بتعطي مصاري للفقراء. بكل الأديان بالأعياد الناس بيعطوا مصاري للفقراء.
فهوني كان في ناس عندهم حالات معينة، هيدا واحد بيناتهم كان قاعد وقاعد على باب الهيكل هوني، بقول كتاب قدس عم بيستعطي، يعني كان عم بيطلب عطية، عم بيطلب من الناس مصاري، عم بيطلب هدية من الناس. والناس بيصيروا بالأعياد عاطفيين، بيصيروا بحبوا يعطوا أكتر، فهيدي فرصة كتير مميزة لهيدا الشخص الأعمى إنه يقعد على باب الهيكل من الصبح لعشية حتى ياخد مصاري. أنتوا عم تقروا هيدا المقطع من إنجيل يوحنا إصحاح 9، شفتوا هيدا الإنسان الأعمى طلب شيء من يسوع؟ لا. عيط شيء ليسوع؟ أبدا. بمحلات تاني بالكتاب المقدس بنشوف في أشخاص عيطوا له ليسوع، ما هيك؟ في محل واحد عيط قال له ارحمني يا يسوع يا ابن داود. في ناس طلبوا من يسوع. في مرة 4 أصحاب أخذوا صديقهم المفلوج نزلوا لعند يسوع، بتتذكروا من السقف؟ هيدا الشخص ما طلب شيء، هيدا كان قاعد محله، يسوع هو وقف عنده. بتشوفوا نعمة الله يلي بتروح عند كل واحد منا، وهيدا هيدي بفرجي إنه بخلاصنا لما يسوع خلصنا ما في أي فضل لقلنا. اوعى تفكروا إنه نحن طلبنا يسوع، نحن رحنا لعنده، أبدا أبدا، لأنه نحن مثل هيدا الأعمى، نحن ما كنا نشوف، ما كنا نعرف، هو فتح لنا قلبنا وبنعمته هو جابنا لعنده، هو شفينا، هو فتح لنا قلبنا حتى نحن نقدر نعرفه ونقبله مخلص لحياتنا. وإذا أنت اليوم موجود أو أنت اليوم موجودة بهيدا المحل ويسوع مش رب على حياتك أو على حياتك، أول خطوة يسوع جابك لهون اليوم وفتح لك قلبك، وياريت كلنا نفتح قلبنا للرب اليوم نحن وعم نسمع. حالة هيدا الإنسان الأعمى مثل حالة كل إنسان بحاجة لخلاص. أوقات منتطلع بشخص إنسان يمكن بيكون متعلم، يمكن بيكون بيعرف كتير إشياء، بتقول له هيك كلمة الرب، بتقول بتلاحظ إنه ما عم يفهم، ما عم يقبلها. تعرفوا ليه؟ لأنه يمكن هو بيشوف، يمكن هو بيسمع، يمكن هو ذكي، ولكن في القلب معمي، القلب بحالة ظلمي وبحاجة إنه الرب يتعامل مع القلب. كرمال هيك قبل ما تحكي مع أي إنسان صلي إنه الرب يفتح له قلبه، لأنه مش نحن بنفتح قلوب الناس ولكن الرب هو بيفتحهم. بقول الرسول بولس برسالة رومي إصحاح 3 وعدد 11، بقول ليس من يطلب الله، ما في ولا إنسان هو منه لحاله بيطلب الله، ولكن الله هو بيجي، هو بينور بحياتنا، هو بيدعينا مثل ما هو اختارنا. وهيدا مثال عن كل واحد منا. شغلة تانية منشوفها، أول شيء منشوف إنسان ما طلب من يسوع شيء، يسوع هو راح لعنده، هو وقف عنده. بأكد لكم باب الهيكل كان ملان ناس بحاجة لشفاء، ولكن يسوع وقف عند هيدا. بتقلي ليه هيدا بالتحديد؟ بقلك ما بعرف، النص ما بقول، الرب بيعرف. ولكن هلأ منشوف بعدين الله كان عنده خطة لحياة هيدا الإنسان. مش المهم هيدا الإنسان يشوف، كان في شيء أهم من إنه هيدا الإنسان يشوف بعيونه، أو واحد تاني يمشي بإجريه، أو واحد تالت يشفى من مرضه. كان في شيء أهم بكتير. نحن بحياتنا بتعرفوا عشو منركز؟ ناكل ونشرب ونكون بصحة منيحة ويكون كل شيء مأمن، ولكن مننسى أنه بالنسبة لله أنه الله يتمجد بحياتنا، أنه مشيئة الله تتحقق بحياتنا، هيدا أهم شيء. وهيك رح نشوف في حياة هيدا الإنسان. درس تاني منشوف غير هيدا الإنسان يلي ما طلب شيء، منشوف التلاميذ. تلاميذ يسوع كانوا معه، لما شافوا يسوع وقف عند هيدا الإنسان شو سألوا؟ سألوا سؤال، نحن شعوبنا هون كتير حشورين، منحب نعرف كل شغلة، ليه هي هيك وليه هي هيك وليه هي هيك، وسألوا سؤال ما في فايدة منه، سؤال حشري بس. هيدا السؤال شعوبنا بتسألوا، ليكو هيدا السؤال، هيدا السؤال له 2000 سنة، يعني من وقت ما سألوه التلاميذ هلأ بتشوفوا أنه نحن بعدنا بنسأله هيدا السؤال، حتى لو ما قلناه بتمنا ولكن بعدنا منفكر فيه، ما هيك؟ شو هو السؤال؟ عدد 2 يوحنا 9، سألوا تلاميذ يا معلم من أخطأ؟ من أخطأ؟ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ يعني بمعنى تاني بتعرفوا شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا مدري ليش الله ضربه لهيدا الإنسان حتى هو هيك؟ شوفوا هيدا التفكير. أو سؤالهم التاني مدري أهله شو عاملين؟ مدري أهله شو عاملين حتى هو طلع هيك؟ وكأنه هني عم يسألوا حتى ياخدوا جواب. كل واحد منا بيحب يكون عنده جواب في الحياة عن المرض وعن الألم
وعن الموت وعن كل هيدا الشيء. ولكن مش غلط يكون عندك سؤال، بس تعرفوا شو الغلط هون والشيء اللي صلحه يسوع لتلاميذه؟ انه نحن ما قلنا حق نحكم على بعضنا البعض، ولا نحكم على الناس، ولا نقول فلان ليش هيك وفلان ليش هيك. بشعة كتير. أوقات في منكون عم نبشر شخص، عم نخبره عن المسيح، بيرفض بيرفض بيرفض، بعدين بعد فترة منشوف هيدا بيصير معه شيء، منصير نحن شو نفكر براسنا ونقول هيدا لو قبل المسيح ما كان صار فيه هيك. شو عرفك؟ شو عرفك إنه هيك؟ بدي لكم شغلة، بالعالم في ناس أشرار ومافيات وبيعملوا جرائم كبيرة وعايشين حياتهم، ما هيك؟ بتشوفوا ناس هيك؟ عايشين حياتهم معهم مصاري كتير. وأوقات بتلاقي إنسان بخاف الله وماشي مع المسيح ولكن في ألم بحياته. هل هيدا بيعني إنه هيداك الله راضي عليه وهيدا مش راضي عليه؟ وهون يسوع بيصلح لنا، بيصلح للتلاميذ هيدا التعليم وبيصلح لنا لقلنا. كتير أوقات بزعل أنا لما بسمع الناس عم تحكم يلك هيدا شو صار فيه، لأنه هو هيك الله عمل فيه هيك، أو ليك مدري أهله ما ربوه منيح أو كذا. منصير نعمل أحكام يلي ما قلنا حق نعمل هيدي الأحكام نحن. ويسوع ما إجا ليدين، يسوع ما إجا ليحكم على الناس، إجا ليخلص الناس. ليه نحن منسمح لحالنا نحكم على الناس وندين الناس؟ يوحنا 3:16 كلكم تعرفوا الآية، لأنه هكذا أحب الله العالم، ما هيك؟ حتى بذل ابنه الوحيد، إجا ليخلص. بعدين يوحنا 3:17 بيقول لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم حتى يدين العالم، ولكن إجا يسوع ليخلص. ولكن منلاقي حالنا نحن أوقات عم ندين العالم مع أنه الله ما بدينهم. أكبر غلط منعمله بحياتنا لما منطلع بإنسان بحالة معينة ومنحكم أو منعطي حكم حتى لو بنية منيحة. أوقات بتكون نيتنا منيحة، بتعرفوا أوقات ما منحكم، أوقات منستعمل أبشع كلمة ما إلى عازي بالمرة. بتعرف شو هي؟ حرام. هيدي كلمة حرام ما إلى عازي، ما بتفيد أي إنسان ولا إلى أي عازي أبدا بالمرة. ونحن شو منستعملها؟ حرام لك فلان كيف هو، حرام لك هيدا مريض، حرام لك هيدي ما تجوزت، حرام لك هيدا ما معه مصاري، حرام لك هيدا هيك، حرام لك هيدا هيك، كله بلا طعم. بتعرفوا شو لازم نسأل؟ بدل ما نقول حرام لازم نقول يا رب شو بدك تحقق بحياة هيدا الإنسان، شو بدك تعمل بحياته بالألم، شو بدك تعمل بحياته هي ولحاله، شو بدك تعمل بحياته يا رب، كيف بدك تتمجد بموت هيدا الإنسان، كيف بدك تتمجد بحياة هيدا الإنسان، كيف بدك تحقق مشيئتك. هيدي الأسئلة صدقوني هيدي الرب بيعطي جواب عليها، لأنه الله بده يتمجد بحياة كل إنسان وبحياة هيدا الإنسان هون هلأ اللي شفناه يلي كان أعمى وصار مبصر. ولكن كلمة حرام ما قال عازي. كلنا منعرف أيوب، أيوب مثال عن الشخص يلي عاش بالألم وبالوجع وصابه أشياء كتير بحياته بجسمه بولاده. حتى أيوب بالإصحاح السابع في مرحلة يلي ما بقى فيه يتحمل، تعرف شو قال له للرب بيوحنا بأيوب 7:19؟ قال له يا رب أمتى بتبرم وجهك عني تتركني حتى ابلع ريقي؟ أيوب هالقد كان وصل لمرحلة تعبين ما قادر يبلع ريقه، قال من الألم ومن الوجع والإشياء اللي صارت معه. إجا واحد من أصحابه، أصحاب الثلاثة يلي قعدوا مع أيوب، إجا واحد منهم أول شغلة قال له إياها، قال له شو بك عم تحكي هيك؟ شو الله مش عادل؟ الله عادل، لأنه الله عادل عمل فيك هيك. وهيدي مصيبة، هيدي مصيبة لما نحن منطلع ومنعطي أحكام ونحن ما منعرف الله ليش عم بيعمل شو؟ شو عرفنا اللي هو قالنا؟ بعدين هيدا الشخص قال له لأيوب، قال له مدري ولادك شو عاملين؟ روح شوف ولادك شو عاملين حتى الله عمل فيهم هيك. انتو بتعرفوا انه أيوب كان كل يوم يقدم ذبيحة عن ولاده؟ كل يوم، بتعرفوا ليه؟ يقول بركي ولادي غلطوا، كان يقدم ذبيحة عنه وعن ولاده، كان يصلي عنه وعن ولاده أيوب كل يوم. هيدا الشخص شو إجا يقول له؟ قال له روح شوف انت شو عامل حتى الله عمل فيك هيك، روح شوف ولادك شو عاملين حتى الله عمل فيك هيك. وما في أصعب من هيدي الكلمات لما يا منقولها يا منفكر فيها ومنستعملها. وهوني الرب قال لهم شي تاني. بإنجيل لوقا إجوا ناس لعند يسوع، بلوقا 13 إجوا ناس لعند يسوع قالوا له
يا رب في ناس من الجليل، مجموعة من الناس من الجليل كانوا عم بيقدموا ذبايح بالهيكل، كانوا عم بيعبدوا، وإجا بيلاطس قتلهم وخلط دمهم بذبايحهم. تعرفوا شو قال لهم يسوع؟ قال لهم يسوع: أنتم فكرين هيدولة أسوأ من باقي أهل الجليل كله؟ قال لهم: لا، ما تفكروا هيك. قال لهم: ولكن انتبهوا على حالكم كلكم. رجعوا إجوا ناس تانين عند يسوع كمان بلوقا 13، قالوا له: يا رب في ناس كانوا حد برج اسمه برج سلوام، وهيدا البرج كان دغري حد الهيكل، يعني هيدول كانوا بمحل عم يعبدوا. قالوا له: هيدول كانوا حد برج قديه كانوا؟ كانوا 18 واحد. نزل البرج عليهم وقتلهم. وهن شو؟ هن ناطرين يسوع يقول لهم هيدول لأنه كانوا مش منيح نزل البرج عليهم وقتلهم. قال لهم يسوع: أنتم مفكرين إنه كل أهل المنطقة أحسن منهم ولا هن أسوأ من هوليك؟ يسوع قال لهم: انتبهوا على حالكم وما تعملوا أحكام. أكبر غلط، أكبر غلط بحق الكتاب وأكبر غلط بتعمله هو إنه تعطي حكم، تقول فلان مريض لأنه هيك. لأنه شو عرفك؟ مين قال لك؟ هل الله قال لك شو بده يعمل بحياة الإنسان؟ أكبر غلط تقول فلان بحالته هيك، فلان فقير لأنه عمل هيك. مين قال لك؟ مين قال لك؟ مين قال لك الله ما بده يتمجد بحياة الإنسان بفقره؟ هو فقير بده يتمجد فيه، فلان هو وأعرج بده يتمجد فيه الله. كرمال هيك علينا ننتبه إنه نصدر هيدي الأحكام. قالوا له التلاميذ ليسوع: يا معلم مين أخطأ؟ ولاحظوا هوني، مش إنه سألوا: يا رب هل هيدا الحالة، أو هل هيدا الإنسان الأعمى، هل هو أعمى لأنه في سبب خطية أو شيء تاني؟ لا، لاحظوا إذا بتشوفوا الآية التانية ما سألوا هالسؤال. هن بالنسبة لألهم أكيد في واحد عامل شيء، يا هو عامل يا أهله عاملين، حتى هيدا الزلمة أعمى، ما في مجال، واحد منهم عامل. فهني حتى ما عذبوا حالهم يسألوا يسوع هيدا السؤال، دغري قالوا له: من أخطأ، هيدا أو أهله؟ يا هيك يا هيك، ما في اثنين. ليش؟ هل لأنه هو أعمى؟ يعني في شيء هيك؟ ياريت تقروا معي هيدي الآيات، سفر الخروج Exodus chapter 4، خروج إصحاح الرابع، لما الرب دعا موسى، بعت ورا موسى وقال له: يا موسى بدي أبعتك، بدك تروح عند فرعون، بدك تروح عند شعب إسرائيل، وبدك تقلن بدكم تطلعوا وتعبدوا الرب، وبدك تروح عند فرعون وتقول له خلي شعبي يطلع. تعرفوا موسى كان شخص متواضع، ما اجا ما قال له للرب: انا زلمتك، انا الشخص اللي خرج يكون هيك خدمه. بتعرفوا شو موسى شو قال له للرب؟ قال له: يا رب انا ما بعرف احكي، انا لما بحكي بتأتي، ما بيطلع معي حكي مزبوط، شو بدك فيي تبعتني؟ انا لا بعرف احكي من قبل ولا اليوم بعرف احكي حتى كمان. بتعرفوا شو قال له الرب لموسى؟ وهيدي بتعلمنا اشياء كثير مهمه. قال له الرب لموسى، قال له: يا موسى مين صنع طم للإنسان؟ أو مين خلى إنسان يكون أخرس؟ أو مين خلق إنسان أعمى؟ قال له: مش أنا، الرب. وهيدا الإنسان الله حطه بمحل معين حتى يقعد. بتقول: طيب هيدا الإنسان عاش فترة من حياته كبيرة ما بيشوف، أهله يمكن تعذبوا فيه فترة كبيرة من حياته. بس تعرفوا شو؟ نحن لأنه نحن كبشر منطلع على اليوم وعلى الساعة شو عم بصير، ما عنا نظر أبعد. ولكن لما منطلع أبعد من هيك، يسوع بدينا نطلع أبعد من هيك. القضية ما كانت قضية كم سنة إلو أعمى، ولكن القضية كانت الله حط هيدا الإنسان بمحل معين أعمى ما بيشوف، حتى بيوم من الأيام يسوع يتمجد في حياته. وأهم بكتير، أهم بكتير من أنه تشوف وتسمع وتركض ويكون عندك عيلة، أهم بكتير من أنه يكون عندك أولاد، أهم بكتير من أنك تكون مجوز، أهم بكتير من يكون عندك بيت، أهم بكتير إشياء أنه مشيئة الله تتحقق بحياتك، وأنه يسوع يتمجد بحياتك شو ما كان وضعك. ما تقول: ليش أنا يا رب وضعي هيك؟ اسأل سؤال تاني، قل له: يا رب كيف بدك تتمجد بحياتي؟ شو مشيئتك لحياتي؟ شو بدك تحقق بحياتي؟ وشو قال لهم يسوع؟ قال لهم يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لا هو ولا أهله. هيدا ما بيعني
انه هيدا الشخص الاعمى ما كان خاطئ، اكيد كان خاطئ. هيدا ما بيعني انه اهله ما كانوا خطاط، اكيد كانوا خطاط، بس يسوع هون عم بيقول لهم سبب عمى هيدا الانسان مش خطيه مباشره. ولكن بدي اقول لكم شغله، كلكم بتعرفوا بنعرف انه الالم والمرض والموت دخلوا للعالم مع الخطيه، بس مش بالضروره انه كل شغله بحياه كل انسان هي سببها خطيه محدده. هيك قال لهم يسوع هون، هيدول خطاط، بس العمى يلي عنده اياه هيدا الانسان ما خصه بخطيه مباشره. كرمال هيك قال لهم يسوع، لا هو اخطا ولا اهله حتى هو صار اعمى. هن شو عم يسالوا؟ مين السبب يا رب؟ مين السبب؟ مين المسبب؟ مين اللي عمل هيك؟ قال لهم يسوع، شو بدكم بالسبب؟ شو بدكم مين عمل؟ ولكن اسالوا شيء اعظم من هيك، شو الهدف؟ ليش هيدا الانسان هيك؟ ليش هيدا الانسان هيك؟ لانه الله بده يحقق شيء عظيم بحياته. وقال لهم يسوع، لا هذا اخطا ولا ابواه، لكن لتظهر اعمال الله فيه. الله بده يعمل عمل عظيم بحياه هيدا الانسان هو واعمى. نعم، نحن بتعرفوا شو منفكر انه الله بس بيعمل اشياء عظيمه بحياه الناس الناجحين او بحياه الناس صحتهم كثير منيحه. ابدا، الله مش بحاجه لا لصحتنا ولا لجمالنا ولا لطولنا ولا لمصرياتنا. الله بيتمجد باللي بده يتمجد فيه، واهم من هيك انه مشيئته تتحقق بحياتنا. طلعوا ايام بولس الرسول، قيصر روما كان قاعد بقصره، كان عايش بنعيم، ما هيك؟ كان في ناس عم تخدمه، كانت صحته منيحة. بولس الرسول كان عم بيصلي للرب، كم مرة قال صلى؟ قال تضرعت إلى الرب 3 مرات، قال صليت للرب 3 مرات يشفيني من شوكة كان عندي إياها بجسمي من مرض. وبتعرفوا شو؟ الله ترك قيصر عم يتنعم بقصره بهالحياة القصيرة اللي بعيشها، وقال له لبولس، لا يا بولس، قال له هيدا المرض اللي عندك هالشوكة بدك تعيش فيها. وبعدين بولس الرسول طلع شاف كيف انه بضعفه بهالشوكة بهالمرض اللي بجسمه الله كان عم يتمجد. قال وبعدين بولس الرسول بتعرفوا شو قال؟ قال حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي، وانا وبضعفي انا قوي في الرب. مش مهم السبب، مهم الهدف. والهدف هون كان انه الله بده يتمجد بحياة هيدا الانسان، والله يتمجد بحياة هيدا الانسان بشكل كتير 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 حلو. ولكن اليهود كانوا بعدهم مركزين على هيدي الفكرة، وللأسف بعدنا نحن مركزين عليها لليوم. مين أخطأ؟ ليش يا رب؟ ليش هيدا هيك؟ وهيدا أسحش سؤال منسمعه أو منقوله، ليش هيدا الإنسان هيك؟ ليش الله عمل فيه هيك؟ هيدي أصعب، ليكل إشي البشعل منقوله، ليش هيدا الإنسان هيك؟ شو عمل ليكون هيك؟ ليه الله عمل فيه هيك؟ أو أكتر من هيك، إذا هيك ما بدنا نقول هيدوليك، منصير نقول حرام هيدا وحرام هيدي. صدقوني كلمة حرام ما لها عازي، ولكن لا تقول حرام على حالك ولا تقول حرام على غيرك، ولكن قول يا رب شو بدك تعمل بحياتي؟ كيف بدك تتمجد بحياتي؟ شو الشيء اللي بدك تعمله؟ بتعرفوا ليه؟ لأنه كل واحد منا مخلوق على صورة الله. الله حب كل واحد منا، الله عنده مشيئة، الله عنده خطة لحياة كل واحد منا هون. ما تفكروا انه الله بيغلط، بيخلق انسان وما بيعرف كيف خلقه ابدا. طب بتقول ما بنعرف السبب، ما بعرف السبب، مش ضروري تعرف السبب، بس بدي اقول لكم شغله، في شغلتين اذا بنعرفهم هيدول فينا نعيش بامان وسلام مع الرب. بتعرفوا شو هن؟ اول شغله، الله سلطان، الله سلطان، God is sovereign. الله سلطان، يعني ما في شيء بالعالم بيصير بدون مشيئته، ما في شيء بالغلط بيصير بهذا العالم. هو خلق العالم، هو ماسك العالم، وهو ايضا هو عم بيهتم وهو عم بيدير. الله سلطان، هيدي اول شغله. ثاني شغله، الله صالح، الرب طيب، هو سلطان وهو صالح. اذا هو سلطان يعني كل شيء بحياتي بين ايديه، ما هيك؟ يعني ما بينفع اي شيء ثاني، لا بينفع اقول حرام ولا غير حرام ولا ليش. هو سلطان يعني هو ماسك حياتي مثل ما هي. والشغلة الثانية يلي هي كتير حلوة، الرب صالح، He is good، رب طيب. لأنه صالح كل شيء بيعمله بحياتي منيح لإلي، حتى لو أنا بتطلع وبشوف فيه ألم، حتى لو أنا بتطلع بشوف حالي لحالي، ليه يا رب تركني لحالي؟
لأنه الرب بده يعزي الناس يلي مثلي لحاله. الرب عنده خطة، عنده هدف. تعرفوا شو؟ لما منعيش دايماً عم نفكر بالسبب كل الوقت، ليش يا رب؟ ليش يا رب؟ ليش يا رب؟ تعرفوا شو بصير؟ عم نوقف مشيئة الله إنه تشتغل بحياتنا، وما عم نكون نحن مثمرين، ما عم نخدم في حقل الرب، لأنه عايشين بس بدنا نعرف السبب. شو بدك بالسبب؟ قال له يا رب شو بدك تعمل بحياتي؟ أنا بين إيديك، حقق يا رب كل شيء بحياتي. بعدين يسوع بالعدد الرابع بيقول لهم، يوحنا 9:4، بعد ما يسوع قال لهم لا هيدا أخطأ ولا أهله حتى يكون في عمى عند هيدا الإنسان، بعدين بيقول لهم يسوع بعدد 4، إذا بتحبوا تتابعوا معي، قال لهم ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. قال لهم يسوع هلأ مش وقت نقعد نتشارع ولا نعمل شيء بسموه جدل بيزنطي، مش وقت نتجادل هلأ. وأوقات نحن كتير منحب الجدل، منحب نقعد وأحاديث هيدا هيك وهيدا هيك. قال لهم يسوع هيدا مش وقت هيدا الشيء، قال لهم هيدا وقت عمل، هيدا وقت خدمة. قال لهم جاي وقت رح يكون في ليل. تعرفوا ليه؟ لأنه يسوع كان بعيد المظال، كان في بعد 6 أشهر قبل الفصح، ومنعرف أنه عيد الفصح بعد 6 أشهر يسوع راح على الصليب لخلاصنا ولفدائنا. قال لهم يسوع هذا مش وقت حكي، هذا وقت خدمة، هلأ في نهار خلينا نخدم، جاي وقت ليل، جاي وقت ظلمة. لما يسوع كان معهم كان نهار، نحن عايشين بظلمة بهذا العالم، ولكن ناطرين اليوم يلي يسوع بيرجع بيملك في هذا العالم، بيجي ومنكون معه وبترجع أيام نور. قال لهم يسوع هيدا وقت نور، هلأ وقت خدمة. بعدين يسوع مثل ما بنعرف بالقصة أخذ هيدا الإنسان يلي كان أعمى، هيداك ما طلب شيء، يسوع أخذ طفل من الأرض تراب وحط له على عيونه. بغض النظر ليش يسوع، في كتير ناس بتقول ليش أخذ التراب من الأرض وشو خص هيدي وشو خص هيدي، بقولكم شغله، فيك تفكر كتير إشياء، الكتاب ما بيقول، طالما الكتاب ما بيقول ما تعذب حالك، الكتاب بيقول إنه هيك يسوع عمل، هو حر هيك عمل، هيك حط له على عيونه وبعته فتح له قلبه. أول شغلة كان مفروض يطيع فيها هيدا الإنسان إنه يروح إلى بركة سلوام. بعدين منشوف بحياة هيدا الإنسان، إذا بتدرسوا الإصحاح كله، إصحاح 9 يوحنا كله بيحكي عن حياة هيدا الإنسان وشو المراحل يلي مرق فيها. هيدا الإنسان راح لبركة سلوام، عمل مثل ما قال له يسوع، غسل وجهه، غسل عينيه، بعد منه شايف يسوع، بعد ما بيعرف مين هو يسوع. تعرفوا لبال ما رجع شافه ليسوع بالآخر شو صار؟ مرق بخمس مراحل. إذا بتقروا القصة بعدين، أول شيء جيرانه لقطوه، صاروا يسألوا، أقولكم هيدا الأعمى نحن بنعرفه؟ لا، ناس تقول إيه، ناس تقول لا، بيشبهه. قال لهم أنا هو، مبلا. تاني شيء إجوا الفريسيين لقطوه، رجال الدين اليهود، قالوا له أنت كنت أعمى، مين شفاك؟ قال لهم إنسان اسمه يسوع قال لي كذا كذا، عمل فيه كذا كذا. لاحظوا هذا الإنسان، هيدا الأعمى، بعده يسوع بالنسبة له شو؟ إنسان. بعدين راحوا الفريسيين لقطوا أهله، لقطوا أهله، قالوا لهم مين عمل بابنكم هيك؟ هيدوليك قالوا لهم نحن ما منعرف، منعرف أنه ابننا كان أعمى. نحن أوقات كتير بهيدي القصة شو منقول؟ شو هالأهل؟ ليه ما بياخدوا موقف؟ ليش ما وقفوا مع ابنهم؟ أنتم فاكرين هيني؟ لما كان شخص يطرد من المجمع اليهودي، يعني طرد من وطنه، طرد من شعبه، طرد من دينه، شغلة صعبة كتير. بعدين الفريسيين رجعوا لقطوا هيدا الشخص الأعمى، قالوا له كل شخص بيقول عن يسوع نبي هو خاطئ. قالوا له أعطي مجد لله، هيدا الإنسان يسوع هو خاطئ. هيدا الأعمى قال لهم أنا ما بعرف هو خاطئ أو مش خاطئ، أنا ما بعرف لا باللاهوت ولا بعرف بشيء عظيم، بس قال لهم أنا بعرف شغلة كتير بسيطة، أعظم شهادة ممكن تعطيها بحياتك. قال لهم أنا كنت أعمى وهلأ صرت شوف والآن صرت أبصر. ليكو ما أحلى شهادة هيدا الإنسان، قال له كنت أعمى والآن أبصر. تعرفوا أوقات في كتير ناس بتطلع تعطي شهادتها كيف الرب خلصها، بيقعدوا يحكوا إشياء قبل كنت هيك وكنت أعمل هيك، بتحسوا كأنه مبسوطين بحياتهم قبل، كأنه زعلوا ليش الرب شالهم منا، بعدين بيقولوا بس بشكر الرب أنه خلصني. ولكن ما بدها هالقد. هيدا الشخص قال لهم بكل بساطة أعظم شهادة ممكن تعطيها للناس، قال لهم أنا بعرف شغلة واحدة بس، أنا كنت أعمى وهلأ صرت شوف. يمكن كتار بيناتنا منشوف كتير منيح، الرب خلقنا ببصر، بس تعرفوا شو؟ كلنا كنا بوقت معين عميان، ما كنا نشوف،
لأنه ما كنا نعرف الرب، ما كنا نعرف طيبة الرب، مراحم الرب. يمكن في ناس بيناتنا اليوم بعد لهلأ ما بيعرفوا، مش مأكدين من خلاصهم، ولكن اليوم فيك تقبل المسيح بخلص لحياتك. هو اللي إجا يقول أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. يلي بيتبع يسوع بيحصل على خلاص، بيحصل على نور أعظم من النور يلي بتشوفه بعيونك، ولكن بيصير يقدر يشوف بقلبه ويعرف يسوع شو عمله. وهيدا الشخص، هيدا الأعمى، مش بس صار مبصر بعيونه ولكن صار يشوف بقلبه. وبتعرفوا شو؟ آخر الإصحاح عدد 35 إذا بتطلعوا، يسوع ترك هيدا الإنسان للآخر. بعد ما لقطوه جيرانه ولقطوه الفارسيين وما بقي حدا ما لقطوه، يسوع تركه للآخر. حتى شو صار؟ حتى شحطوه برات المجمع اليهودي. عدد 35 قال: سمع يسوع أنهم أخرجوه كبوه برا، راح لعنده يسوع. شوفوا يسوع مرة تانية راح لعنده ولقطه وقال له، قال له: أتؤمن بابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ ليكوا هيدا الشخص، هيدا صار قلبه مفتوح، صار جاهز يآمن، صار جاهز يعمل أي شيء بيقول له يا يسوع. شو مرة رحت لعند شخص قلت له بدي خبرك عن الرب، دغري قال لك مين هو حتى آمن فيه؟ أبدا، يا ريت ما بتصير هيك. ولكن هيدا شخص الله فتح له قلبه. شو قال له؟ قال له: من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ قال له: يسوع يلي أنت شايفه هلأ أنا هو، أنا هو. فقال، قال الأعمى يلي صار هلأ بشوف مبصر، قال: أؤمن يا سيد. تعرفوا شو عمل؟ قال: سجد له. كل شخص بيلتقي بالرب تعرفوا شو بيعمل؟ بيصير شخص عابد، بيصير شخص عابد، يعني بيصير حياته حياة عبادة. ولما الشخص بيلتقي بالرب بيحصل على خلاص. هيدا الشخص ما بيصير شخص متدين، ما بيصير من دين معين أو من طائفة معينة، بيصير تابع ليسوع. وهيك هيدا الشخص صار تابع ليسوع. كرمال هيك إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع عم بقول لكل واحد منا، مش بس للتلاميذ، عم بقولنا إذا في وضع معين بحياتك ما تركز على السبب. شو بدك بالسبب؟ عرفت السبب ولا ما عرفت السبب؟ مش هاي القضية، ولكن سأل هيدا السؤال: يا رب شو بدك تعمل بحياتي؟ أنا بعرف إنه في خطة، عندك خطة لحياتي، أنت صالح، شو بدك تعمل بحياتي؟ فرجيني يا رب شو بدك تعمل بحياتي؟ بهالمرض، بهالضعف، بهالفقر، بهالوضع الصعب، أنا وقاعد بلا شغل، كيف بدك تتمجد بحياتي؟ أنا وبدون عائلة، كيف بدك تتمجد بحياتي؟ اسأل الرب والرب يفتح قلبك ويفرجيك. أعظم بكتير إنه الله يتمجد بحياتك من يكون عندك كل هيديك الأشياء التانية، لأنه كل الأشياء التانية اللي العالم بيطلبوها هي أشياء وقتية، اليوم موجودة بكرة بتروح، مصاري بتكون موجودة بتروح، صحة بتكون موجودة اليوم بكرة بتروح، كله هيدا بيروح، ولكن مشيئة الله بتتحقق بحياتك إلى الأبد. كرمال هيك انظر إلى الرب يلي هو قال أنا هو نور العالم، قال له يا رب نور بحياتي، افتح قلبي. وما تسمح يا خي ويا أختي، ما تسمح لحالك، ما تسمح لحالك أنه تحكموا على حدا، ما تتطلع على إنسان ولا تقول حرام ولا تقول الله عمل فيه أو الله عمل فيها، ولكن قول أنا ما بعرف ربنا شو بده يعمل بحياة هالإنسان، بس ربنا صالح، هو سلطان وخطته ومشيئته عظيمة لحياة كل واحد منا. أمين. خلونا نصلي. يا رب يسوع بنشكرك لأنك إله طيب، إله صالح، رحمتك للأبد. بشكرك يا رب لأنه حبيت كل واحد منا، وأنت بتدعي كل واحد منا يجي لعندك يتوب عن خطاياه، يقبلك مخلص لحياته، يعيش لألك. يا رب أعطينا أنه نعيش حياتنا عم نتطلع كيف فينا نمجدك بحياتنا. يا رب خبرنا عن مشيئتك لحياتنا، أعطينا نعيش لمجدك. مش مهم نحن كيف، المهم نحن كيف عايشين معك. أعطينا نحبك من كل القلب بالرغم من الظروف، أعطينا نحبك، أعطينا نطيعك، وأعطينا نعيش لألك باسم يسوع. أمين.